السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف لو انا عندي ملف وعايز افتحه على الترامبل كونكت. ممكن تجيني في اي لحظة وتقول له ابلود فايل وترفع الملفات اللي انت عايزها زي ما انا لسه رافع دلوقتي. هيبدأ يفتحه لك على المتصفح بدون الحاجة لأي برامج. لو في اكتر من صفحة هيبدأ يخليك في امكانية ان انت تتبدل بينهم، تقدر تعمل زوم زي ما انت عايز، تقدر تضغط تقدر تستخدم ايد دي في ان انت تتنقل في خلال الصورة. استخدمت البكرة عشان اعمل زوم، ممكن نقيس من هنا لهنا ومن هنا لهنا بالشكل دوت. وانت بترسم بيبدأ يجيب لك المعلومات اللي انت قستها قد ايه والزاوية قد ايه وكل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها. ممكن ترسم بعض الخطوط فري هاند، ممكن ترسم اشكال جاهزة زي كلاود مثلا. ممكن ترسم اسهم او تكتب او تغير اللون. ممكن تدخل هنا في الخصائص وتقول له لو تتنقل صفحة بيج بيج ولا كونتينيوس، عايز تقسمها سنجل دبل كفر، كل ده لو انا عندي اكتر من صفحة. دي بتخفي وتظهر الانوتيشن اللي انت عاملها. ممكن تعمل شير للداتا مع مين، تبدأ تختار مع كل الناس اللي معاهم اللينك دوت، يعني هديك لينك يبقى مع الناس كلها. ولا ممكن سنجد ان الناس اللي تعمل سان ان على المشروع او الناس اللي شغاله في المشروع، ممكن تكتب الايميل بتاعه، ممكن تطبع او ممكن تعمل له داونلود. هنا تشوف لو في اكتر من ريفيجن، ممكن تيجي هنا تقول له اوبن او داونلود. تكون رفعت الملف ده اكتر من مره وفي فروقات بينهم. دي الصفحات، دي قائمه تو دو، ايه الحاجات اللي المفروض تتعمل خاصه بالمشروع دوت. ده اللقطات، ممكن تاخد لقطة مثلا كده، ممكن نستخدم اليد ديت ان احنا نيجي كده مثلا all view in the project او create by me. طيب لو انا عندي حاجة 3D هيت برضو بيفتح بدون حاجة لأي برامج، وتقريبا نفس الأدوات بيزيد عليها بقى شوية حاجات. دي ممكن برضو تأد فيو، تضيف صورة تمام بحيث إنها تظهر معايا هنا، وممكن تضيف تاسك بيقول لي سيف الصورة أد تو دو. فبتكتب بقى اسم التاسك اللي انت عايزها والديسكريبشن ونسبة الإكمال والحاجات دي كلها. انا بتحاول تقول انا عايز اشوفها من فوق من الليفت من الرايت وهكذا. بالشكل دوت انا بتشوف كل العناصر او تخفي بعض العناصر. ممكن لو فيها اتاشمنت زيرو تخفيه زي ما انت عايز، وتخلي فيه شفافية للمودلز بحيث ممكن يكون في المبنى عايز يشوف كل العناصر اللي جواه. دي المودلز الموجودة هنا، الليارات تقدر تخفي بعض الليارات. هنا تعمل اتاشمنت لبعض العناصر. هنا قائمة تو دو، الفيوز اللقطات اللي احنا خدناها. وهنا كلاشيت لو في اي كلاشيت.